اخوي هدول دفاتر لمرام بنتي اللي استشهدت صف اول. حسبنا الله. ايش قد عمرها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. عمرها 7 سنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي العاب. وين هي؟ هذول العاب. لا لا هذول دفاتر كتب. هي كانت نايمة هون جوا. كنا نايمين هون أنا وأخواتها وأمها. كانت هي هذاك الاتجاه. نحن طلعنا من هون. وين كانت؟ كانت هنيك. كان في شباك يعني حديدة. إيه. واقع فوق راسه يا حرام. انت كنت معهم موج هو؟ هاي الصبة هاي كمان كانت فوق هاي. كنت ايه جوا نايم هون معه. لما يتلها تفترها يعني؟ اي والله. بنتك الثانية كمان انصابت؟ بنت في ولاد اخوي 2 واستشهد مرت اخوي. في بنت ابن عمي كمان استشهدت وتصابوا ولاد 2. الله يعوضك. الله يسلمك. الله يعوضك بالخير والله يصبرك. الله يسلمك. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله ينطقم من الظالمين. الله ينطقم من البشار واعوانه يا رب. اطفال شو ذنبنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هاي كتب مرام. بسم الله. ان شاء الله ناخذ حقنا يوم الله يوم اللقاء ان شاء الله. دفنتوها؟ بسم الله. ايه دفناها. بسم الله. ثلاث شهداء، طفلتين وامرأة. استهداف مخيم خيام وبناء هون. وحكي الأب بكفه. وأكثر من 10 إصابات بينتهم حالة حرجة. والدفاع المدني حد الآن بيبحث بين الأنقاض ويشيل. منطقة هون في النهر البارد قرب من جسر الشغور. غارات من طيران الاحتلال الروسي.